الحقيقة هناك من أغرب أنواع السيول ليست السيول المائية بل السيول الترابية. أنك تجد مثلا جزءا من جبل ينهار ويتحول إلى تراب ويتدفق كما تتدفق الفيضانات. طبعا هذه الظاهرة غريبة جدا تسمى الانهيارات الأرضية. هنا نلاحظ كيف أن جزءا من هذا الجبل يدمر ويدمر معه الطريق مثلا، وهنا أيضا نجد هذا الانهيار لجزء من هذا الجبل أيضا. هذه الانهيارات الأرضية الحقيقة حيرت العلماء لسنوات طويلة، لماذا تحدث؟ انظر هذا انهيار أيضا نعم دمر جزءا من الطريق. عندما درس العلماء هذه الظاهرة وجدوا أنها أيضا تنشأ نتيجة خسف بسيط وخلل يحدث في سبحان الله. حركة ألواح الأرض. نعم يعني دائما الله سبحانه وتعالى أراد لأرضنا ألا تكون كتلة واحدة، أراد أن تكون 7 طبقات بعضها فوق بعض، وأراد أن تكون القشرة الأرضية هي الجزء الرقيق جدا وهي الطبقة الأولى. هذه القشرة تقبع على طبقات تحتها ملتهبة ذات ضغوط عالية ودرجات حرارة عالية. القشرة الأرضية الحقيقة تتألف من ألواح، هذه الألواح تتحرك باستمرار، نعم ولكن عند حدوث حركة مفاجئة أحيانا، يعني نجد أن لوح أرضي يتحرك بحركة خفيفة جدا قريب من هذا الجبل، فإن هذا يحدث خللا في توازن الجبل فينهار جزء من هذا الجبل فيما يسمى بالانهيارات الأرضية. هنا لدينا آية عظيمة يقول الله تبارك وتعالى فيها في سورة الملك: نعم أأمنتم من من في في السماء نعم. السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ الله 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 الحقيقة كلمة تمور كلمة عجيبة جدا، يعني كلمة لم تكن مألوفة أو مستخدمة في هذا الصدد، يعني نعم في زمن الجاهلية. هي كلمة سبحان استخدمها الله القرآن للتعبير عن هذه الظاهرة. الحقيقة أنا عندما ذهبت إلى معاجم اللغة وجدت أن هذه الكلمة لها 5 معاني أساسية. تمور تمور، نعم، نعم مورة أو مارة. هذه الكلمة أول معنى لها بمعنى الجريان، تمور أي تجري. نعم والذي لاحظه العلماء أن هذا الجبل عندما ينهار جزء منه فإنه يتدفق ويجري وتظن كأنه فيضان. نعم سبحان الله. المعنى الثاني من معاني كلمة تمور أي يضطرب، تمور أي تضطرب. وبالفعل هذه يعني طبيعة الانهيارات الأرضية تكون ذات حركة اضطرابية، يعني هي مضطربة وتحدث أصوات مرعبة، وبالتالي تنطبق عليها هذه الصفة. نعم المعنى الثالث لكلمة تمور أي تتحرك، وهنا نلاحظ أنه بالفعل هذا الجبل يتحرك جزء منه بسبب حركة الألواح الأرضية سبحان التي الله تقبع سبحان تحته. الملك سبحان الملك سبحان الملك المعنى الرابع كلمة تمور بمعنى تموج. نعم عند تصوير هذه الانهيارات الأرضية العنيفة بالحركة البطيئة نلاحظ أنها تشبه موج البحر عندما سبحان الله تتدفق هذه الأتربة بشكل عنيف، فإنها تشكل حركة موجية. المعنى الخامس هو تمور أي تسيل، وهذا معنى دقيق لأن الجبل أحيانا يكون جبل صخري يتألف من صخور قاسية. نعم عند انهيار جزء من هذا الجبل ما الذي يحدث؟ تتحول هذه الصخور إلى أتربة تسيل سيلانا، يعني الصخر القاسي جدا
يتحول إلى تراب، يتفتت بسبب الضغوط الهائلة، فتتكسر جزيئات هذه الصخور وتتحول إلى تراب. وبالتالي سبحان الله، يعني انظر القرآن يستخدم كلمة واحدة ليعبر بها عن خمسة ظواهر سبحان الله تحدث أمامنا، وهذه المعاني موجودة في معاجم اللغة الخمسة. يا سلام. ونراها أمامنا عندما حلل العلماء ظاهرة الانهيارات الأرضية، وجدوا هذه المعاني الخمسة تتجلى في هذه الظاهرة. ومنشأ هذا المور هو الخسف. لذلك القرآن ماذا قال لك؟ قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ربط بين الخسف وبين هذه الصفات الخمسة التي جمعتها كلمة واحدة هي تمور. الحقيقة ظاهرة الخسف يمكن أن تحدث أحيانا بسيارة فقط يخسف بها. سبحان الله. ليس من الضروري كما ادعى بعض الملحدين أن الخسف لا يحدث إلا في مساحات كبيرة، بل إننا نشاهد في نهاية الحلقة فقرة تجد أن هناك دائرة صغيرة جدا قد يحدث فيها خسف. سبحان الله. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال فخسفنا به وبداره الأرض، كان التعبير دقيقا جدا، وكان هذا الخسف هو بمثابة جندي من جنود الله. سبحان الله. يعني الله سبحانه وتعالى لا يرسل لك مثلا دبابات أو طائرات، يرسل ظاهرة بسيطة أو معلومة بسيطة أو حدث بسيط جدا لا تستطيع إيقافه، على الرغم من القوة الهائلة والتكنولوجيا المتطورة التي يملكها البشر الآن. نعم. ولا تستطيع حتى التنبؤ به. نعم. يعني مشكلة هذه الظواهر أنها خفية. لذلك الله تعالى قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني وما يعلم هنا ليست فقط للجندي نفسه، بل لتوقيت ظهور هذا الحدث. سبحان الله. يعني الانهيار الأرضي لا يستطيع العلماء أن يتنبؤوا به، لأنه يحدث نتيجة خسف عميق في باطن الأرض، فأنت ليس لديك أجهزة تستطيع أن تتنبأ بأنه في لحظة معينة سيتم. فلا يعلم لا نوع الجندي ولا متى يأتي ولا كيف يضرب.